أهلا بكم من جديد. ضبطت إدارة التفتيش التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ثلاثة مستودعات في منطقة سترة تقوم بتخزين كميات هائلة من الفواكه والخضار، وقد عمد مالكوها إلى منع تدفقها للأسواق ومنذ شهر فبراير الفائت، الأمر الذي أدى إلى تشكل ظاهرة ارتفاع بعض أسعار تلك المنتجات الغذائية الأساسية وفقدان تواجدها في السوق، ما أثار موجة من التساؤلات عند المستهلكين. كما وشددت الوزارة على ضرورة تعاون التجار بالالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها في المجال التجاري في مملكة البحرين. فعلا تواجدت أن هناك قلة وندرة وارتفاع الأسعار بشيء مهول، وبذلك بناء عليها أن تم البحث فيها في المخازن والمستودعات الموجودة لما يأتي من البحرين، وخاصة بعد ما استلمنا معلومة من إدارة الجمارك مشكورة أن الكميات اللي وصلت للبحرين كميات طبيعية وموجودة ومتوفرة، وبناء عليه تم التساؤل أين تذهب هذه المنتجات أو هذه المواد الغذائية. وبناء عليه كما تشاهدون في الفيديو شفنا المخازن ما شاء الله مكتظة من الفواكه ومن المنتجات اللي مفروض أنها تنزل الشارع وتخلي الناس المواطنين في محل راحة نفسية، وخاصة في الظروف الراهنة اللي احنا نعيشها. تنفيذا للإجراءات الاحترازية والخطوات الحازمة التي تتخذها مملكة البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا، أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تغيير مواعيد عمل السوق المركزي ليصبح أوقات زيارة حراج الخضروات والفواكه للتجار من الساعة الواحدة فجرا ولغاية السادسة صباحا، مع مراعاة العدد المتفق عليه داخل ساحة الحراج، فيما سيستقبل سوق المنامة المركزي الجمهور يوميا من الساعة الرابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ويتم مراعاة عدد المتواجدين والبعد الاجتماعي. وقد أشادت الغرفة بجهود وزارة الداخلية والبلديات في هذا الخصوص لتحقيق المصلحة العامة بما يصب في مصلحة صحة وسلامة مرتادي السوق. قال عماد العصفور الرئيس التنفيذي لشركة باب البحرين ومنصة الخدمات الإلكترونية المتخصصة في التحول الرقمي وحول الدفع الإلكتروني، إن الإقبال على استخدام المتاجر الإلكترونية في مملكة البحرين زاد بنسبة تفوق 20% خلال شهر مارس الجاري، متوقعا أن تتضاعف هذه النسبة بعد قرار إغلاق جزء كبير من الأنشطة والمحال التجارية بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكد العصفور جاهزية مملكة البحرين لبناء منظومة تجارة إلكترونية متكاملة من خلال وجود شبكة إنترنت قوية وموثوقة ومستقرة مع خدمة الفايبر وحاليا شبكات الجيل الخامس، كما أن نسبة النفاذ لتلك الشبكة عالية جدا، فجميع السكان تقريبا لديهم هاتف ذكي أو أكثر. وننتقل الآن إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 0.2% تقريبا، مغلقا التداولات عند مستوى 1362 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,308,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 33,000 دينار تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، فقد أغلقت البورصات على تباين بين صعود ونزول في نهاية تداولات هذا اليوم. وكانت أبرز الرابحين سوق أبوظبي للأوراق المالية بارتفاع نسبته 3 نقاط مئوية تقريبا. تتسابق شركات التطوير العقاري بابتكار المزيد من الفئات وعرض مزيد من الخيارات في السوق العقارية بشكل مبتكر، مستهدفة بذلك كل الشرائح على المستوى المحلي والخارجي، خصوصا في الأوضاع العالمية الراهنة وانتشار الوباء المستجد في العالم. مشاهدين المزيد في هذا التقرير. يشهد القطاع العقاري في أسواق منطقة الخليج والعالم اتساعاً لقاعدة عوامل التأثير الإيجابي والسلبي، ويعود ذلك لاتساع تصنيفات وفئات الاستثمار فيه، إضافة إلى تنوع الاستخدامات وأصحابها مثل العقارات الاستثمارية والسكنية والضيافة والصناعية والتجارية وغيرها من التصنيفات. وبات من اللافت اتساع مصادر التأثير السلبي على أداء القطاع العقاري على المستوى العالمي، بدءا من التقلبات المالية والأزمات اللاحقة، مرورا بالتوترات التجارية وأسواق النفط، ووصولا إلى التأثير النفسي لانتشار فيروس كورونا المستجد. ولكن ما زالت الأسواق العقارية في المنطقة تسير وفقا لعوامل التأثير الفعلية والحقيقية حتى اللحظة، إذ تسجل زيادة في المعروض، ويتوقع أن تسجل الأسعار المتداولة المزيد من التصحيح السعري وبنسب طفيفة ومتدرجة تتراوح بين 5% إلى 10% حتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي من المتوقع أن يعطي القطاع وتداولاته المزيد من الجاذبية والحيوية دون توقف. أشارت بيانات رسمية حديثة إلى ارتفاع صادرات مصر غير البترولية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 5%. وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر أن القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية لمصر ارتفعت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر فبراير الماضي إلى نحو 4 مليارات و393 مليون دولار، وذلك على الرغم من تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على حركة الصادرات والواردات العالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. ثروة أغنى رجل في العالم تزداد على الرغم من مخاطر كورونا الاقتصادية. أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن المفوضية تعتزم اقتراح حزمة تحفيز اقتصادية جديدة لمساعدة التكتل على التعافي من الأضرار الاقتصادية التي ستنتج عن فيروس كورونا. وقالت فون دير لاين في بيان أنه لضمان التعافي ستقترح المفوضية تغيرات في إطار العمل المالي المتعدد السنوات تسمح بمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا. وإطار العمل المالي المتعدد السنوات هو الميزانية الطويلة الأمد للاتحاد الأوروبي. كما وأضافت أنه سيشمل ذلك حزمة تحفيز تضمن الحفاظ على التماسك داخل الاتحاد من خلال التضامن والمسؤولية. أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي داخل مرحلة ركود نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وأن الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد قد لا تكون كافية قبل انحسار فيروس كورونا. وأكدت كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي أن جائحة فيروس كورونا دفعت الاقتصاد العالمي إلى الانكماش الذي سيتطلب تمويلا هائلا لمساعدة الدول النامية. وقالت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن الأمر سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.
وقالت جورجيفا إنه مع التوقف المفاجئ للاقتصاد العالمي، تبلغ تقديرات الصندوق للاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة 2,500,000,000,000 دولار. زادت ثروة أغنى رجل في العالم بمقدار 5,500,000,000 دولار منذ بداية العام الجاري، وذلك في الوقت الذي خسر فيه ملايين الأشخاص حول العالم وظائفهم بسبب أزمة فيروس كورونا. ومن الواضح أن الثري الأمريكي أنقذ نفسه من خسائر ضخمة عبر بيع حصة كبيرة من الأسهم التي يمتلكها في شهر فبراير الماضي، وذلك قبل اتساع دائرة تأثير فيروس كورونا الذي أدى إلى انهيار أسواق البورصة. يذكر أن هذه الثروة تكفي لشراء 188,000 سبيكة ذهبية، حتى لو أخذنا بعين الاعتبار الزيادة التي طرأت على أسعار المعدن الأصفر مؤخراً.